استدراك هزيمة شباب بالوزداد والظفار بالنقاط الثلاث كان شعار لاعبي اتحاد بالعباس عند استقبالهم للضيف أولمبي المدية الباحث بدوره عن تدارك التعثر المسجل أمام دفاع تاجنانت في الجولة الماضية. اتحاد بالعباس استهل المباراة مهاجما فاستعجل التسجيل وتصدي الحارس مرسلي لكرة العمارة حال دون ذلك. رد الأولمبي جاء عن طريق مخالفة يونس التي كادت تخادع الحارس طوال. أشبال المدرب سليماني حاولوا مجددا فاستفادوا من ركلة جزاء أعلنها الحكم عاشور عند الدقيقة 16. يونس تولى تنفيذ الضربة التي أخطأت طريقها نحو المرمى. الاتحاد رد عن طريق العمارة الذي جرب حظه وتسديدته علت العارضة الأفقية بقليل. أصحاب الدار تمكنوا من التحكم في النصف الأمامي من الملعب فاستفادوا من ركلة جزاء عند الدقيقة 33. الركلة نفذها بنوة مفتتحا التسجيل للاتحاد. الدقيقة 43 الحارس طوال يخطئ التعامل مع مخالفة بوشريط وباهي غاب حظه فضيع هدف التعديل لينتهي الشوط الأول بتفوق اتحاد بالعباس بهدف دون رد. أما الثاني فدخله الأولمبي بقوة فتمكن اللاعب كل الخير من معادلة النتيجة عند الدقيقة 49. الأولمبي كان أقرب إلى مضاعفة النتيجة وكرة زلامي جانبت مرمى طوال بقليل. بعدها تحرك العقارب فوق المدرجات تشجيعا فلدغ زواري كرة بدد الحارس مرسلي مفعولها قبل أن تلامس جسد الشباك. أشبال شريف الوزاني حاولوا النفاذ إلى المرمى من أي فتحة محتملة واستمر ضغطهم على الدفاع المداني الذي مرت عليه دقائق قاسية فانكسر صموده عند الدقيقة 77 بهدف بوغلمون الذي حرر أنصار اتحاد بالعباس فوق المدرجات. رد الضيوف تأخر إلى غاية الدقيقة 90 عندما وجه يونس كرة نحو أصعب الزوايا على الحراس وطوال تألق في إبعادها محافظا على تفوق فريقه الذي حقق أولى النقاط الثلاث هذا الموسم.